السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. اللحظة اللي احنا فيها دي يا جماعة لحظة نهاية أكبر ظالم وطاغية على وجه الأرض. بس بكرة بقى بإذن الله اللي هو يوم عاشوراء، احنا النهاردة تسعاء، اللحظة في مثل هذه اللحظة أهلك الله فرعون. فرعون ده يا جماعة أكبر ظالم على وجه الأرض. فرعون لما البحر اتشق لموسى، جنود فرعون قالوا البحر اتشق لموسى، قال لا، إنما انشق هيبة لي، ده البحر اترعب لما شافني. فجنود فرعون دخل وراه وفي قمة صولجانه وفي قمة مجده وفي وسط جنوده ربنا أهلكه. منظر إهلاك فرعون ربنا بيوصفه، ومنظر إهلاك كل واحد ظالم من الظالمين. ولو ترى ربنا بيقول للنبي لو تشوف، لو تشوف اللحظة ده هي، لو تشوف التتابعات. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، اللحظة الأولى لحظة غمرات الموت، اللي يقف قدام بحر هائج موار يترعب. يا جماعة الغمر إن المية تدخل جوه الرئة والقصبة الهوائية وتسد مجرى التنفس، فالإنسان ما عادش يقدر يتنفس. اللحظة دي جبريل كان بيقول لسيدنا محمد عليها لو رأيتني يا محمد، نفس كلمة ربنا، ولو ترى لو رأيتني يا محمد وأنا أضع طين في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لو شفتني يا رسول الله وهو المية غمراء ومالية رقبته، مالية القصبة الهوائية، وهو هيموت عشان ياخد نفس، وبيقاتل عشان يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، وكل ما يجي موجة تقوم سد النفس بتاعه، وجبريل قاعد كمان يجيب الطين ويحطه في مجرى نفس فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، كلمة رهيبة، في غمرات الموت دي إن شاء الله أنا عايز أقف معها أصلا درس أو خطبة بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة أقف مع المعنى الرهيب ده، لأنه معنى يخوفنا كلنا، إن الموت زي ألم واحد بيغرق، ولكن كل ما يغرق والألم يشتد ينزل غمرة أكتر، ينزل كأن من بحر البحر البحر من دركة لدركة، شيء رهيب. طب اللي بعد كده أشد كمان، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الألم اللي أشد بعد كده، صوتوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، الملائكة ماسكة مقامها حديد وبإيديها قاعدة تضربهم وقاعدة تعذبهم، ده هم لسه ما ماتوش، والملائكة باسطوا أيديهم زي ما جبريل بسط إيديه بالطين وقعد يحط جوه فم فرعون مخافة أن تدركوا الرحمة، والملائكة باسطوا أيديهم. العذاب الثالث أخرجوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم. تعرف تخلص من غمرات الموت والآلام المهولة اللي أنت فيها الوقت؟ طب تعرف تخلص من مقامع الحديد وبسط ايدي الملائكة اليك بالعذاب؟ هي الملائكة بتكره العصاة للدرجة دي؟ هي الملائكة بتكره الظالمين للدرجة دي؟ هي الملائكة بتكره اللي مدين ظهرهم لربنا للدرجة دي؟ يوم عاشوراء ده يوم جبار يا جماعة، فعلا لازم يتصام، عشان المعاني دي عايزة قلب صايم عن الدنيا متفرغ لتدبرها. والملائكة باسطوا ايديهم، الدرجة الاشد اخرجوا انفسكم. العذاب النفسي بقى، تعرف تخرج؟ طب تعرف تخرج نفسك من جسمك؟ انت الوقت مفيش ادخلوا انفسكم، مستحيل ترجع، خلاص الدنيا انتهت. تعرف تخرج؟ تعرف تخرج من الدنيا دي؟ تعرف روحك المتشعلقة في حلقومك، روحك ده هي اللي ملك الموت مش راضي يمد ايديه وينتزعها؟ تعرف روحك في اشد لحظة الم في حياتك كلها، صدمة مروعة. الظالم ده ياما في علماء سوء اوهمون ان هو كويس، وياما في ناس ادته فتاوى ان هو على الصراط المستقيم، وياما انجازاته اوهمت ناس ان هو صح، والا ربنا سايبه يعمل انجازات ليه؟ لما تيجي الصدمه فجاه اخرجوا انفسكم. طب لما هتخرج النفس هتروح فين؟ الصدمه الرابعه، اليوم تجزون عذاب الهون. يعني ايه عذاب الهون يا جماعه؟ عذاب الهون اللي هو ما عادش فيه قيمه للي بيعذب، هانت قيمته، قيمته بقت صفر عند اللي بيعذبه. يعني ايه؟ تسمعوا في بعض السجون كده ان لما بيتعذب بعض الناس بيتعذبوا، واللي بيعذبهم مش فارق عنده يموتوا ولا ما يموتوش، لا عندهم ضهر ولا ليهم حد يتكلم عنهم لو ماتوا، وهو بقى مغلول منهم، فبيعذبهم عذاب موت، بيضربهم ضرب موت. ليه؟ لو مات ولا هيهمه. اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب موت، قتل موت، ضرب موت، ولكن مفيش موت. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كنتوا بتألفوا في الدين وبتحوروا في الدين، وكنتم عن آياته تستكبرون. كنت حاسس انك اكبر من ان حد يقول لك قال الله وقال رسول الله، كنت حاسة ان انت اكبر من ان حد يوعظك او يوجهك او يرشدك. انا فاهمة مصلحتي كويس وفاهمة بعمل ايه،
طب واللي بعد كده الدرجة السادسة بقى والأشد كمان، ولقد جئتمونا فرادى. ما عادش كراهية الملائكة، ده ربنا الوقت اللي بيكلمه، ده الوقت بقى بين إيدين ربنا. ربنا بيقول للظالم ولقد جئتمونا، أنت كنت فاكر إن صولجانك هيحميك، كنت فاكر يا فرعون ويا كل فرعون إن هيلمانك هيحميك، ولقد جئتمونا. أنت جيت لحد عندي راكع أهو فرادى لوحدك، لا معاك جيوشك يا فرعون، ولا معاك امكانياتك يا كل ظالم، ولا معاك الارض اللي انت سرقتها من اخواتك ياللي كلت الورث بالظلم، ولا معاك قوتك ياللي ظلمت زوجتك، ولا ياللي ظلمت ايتام، ولا معاكش. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره. فاكر لما اتولدت كنت ضعيف وفقران وعريان وحافي، انت جيت زيها بالظبط، كما تشبيه الحال. كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شهادتك مش معاك، عربيتك مش معاك، شقتك مش معاك، فلوسك مش معاك، رصيدك في البنك مش معاك، دفتر شيكاتك مش معاك، شركتك مش معاك، مستشفتك مش معاك. كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. هم فين؟ مش شايفينهم ليه؟ ربنا بيسخر منهم. لقد تقطع بينكم، وفي قراءه عشريه لقد تقطع بينكم، اتقطع كل صلة بينكم وبين الدنيا، كل صداقة اتقطعت، كل صحوبية اتقطعت، اتقطعت زي ما النبي عصام قال ان العبد المؤمن او الفاجر اذا كان في انقطاع من الدنيا. اتقطع خلاص، بقى مقطوع، بقى مقطوع يا جماعة، بقى مع كل الروابط بينه وبين الحياة اتقطعت. دي لحظة نهاية كل ظالم، اليوم عاشورة ونهاية اكبر ظالم على وجه الارض اللي هو فرعون، ونهاية ظالمين كتير يوم عاشورة. رسالة من ربنا الاثنين يا جماعة، رسالة الاثنين. الرسالة الاولانية لينا الناس كلها، ليه؟ غمرات الموت، الكلمة دي خوفتك؟ كلمة ان الموت زي ألم الغرق الرهيب، ومن غمرة الغمرة الغمرة، وشدائد واهوال، الكلمة دي خوفتك؟ على فكرة اللي اشد عند الموت من غمرات الموت هو حسرات الفوت. يعني ايه حسرات الفوت؟ الامام كان بيقرا في صلاه الفجر النهارده واحنا جايين في السفر، والفجر قلت يا رب ده الفجر ده فرصه يوميه عند كل بدايه نهار، وليال عاشر قلت يا رب ده فرصه سنويه، سواء عشر ذي الحجه او العشر الاواخر من رمضان او العشر الاول من محرم، وليال عاشر والشفع والوتر قلت يا رب ده فرصه كل ساعه، كل ساعه مش كل يوم ولا كل سنه، كل ساعه ان انا اقدر اقوم اصلي، والشفع والليل اذا يسر ده فرصه كل ليله في قيام الليل. يعني ربنا بيقول انا اديتكم فرص كتير، كل يوم اديتكم فرصه، كل ليله اديتكم فرصه، كل ساعه اديتكم فرصه، كل سنه اديتكم فرصه. عشان كده في الاخر بيقول في نفس الصوره يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي حسرات الفوت يا شباب، هي دي حسرات الفوت، ان الانسان يجي عند الموت بجانب الم الموت، يبقى الالم اللي اشد جوه قلبه هو الم ان فرصتي ضاعت، ما عدتش هقدر اقوم ليل، ما عدتش هقدر اصوم، ما عدتش هقدر استثمر مواسم العباده، ما عدتش هقدر اصلي جماعه، ما عدتش بتصلي جماعه ليه؟ ما عدتش متمسكه باحجاب امهات المؤمنين ليه؟ ما عدتش. يا ليتني قدمت لحياتي. النقطه الثانيه، الرساله الثانيه والصرخه العاشوريه الثانيه غير صرخه فينا احنا، خدوا بالكم من حسرات الفوت فانها اشد غمره من غمرات الموت. الرساله الثانيه لكل ظالم، مش لكل فرعون واحد ظلم شعبه، مش لكل واحد ظالم بس وغير شرع الله، لكل واحد ظلم اخته في الورث، لكل واحد ظلم مراته، لكل واحده ظلمت زوجها، لكل واحد ظلم الناس في الشغل بتاعه وخد رشاوه عشان يديهم حقهم، لكل واحد ظلم ولاده وما ربهمش وما حفظهمش القران، لكل واحد ظلم ارحامه جيرانه، لكل ظالم. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، خافوا من الظلم يا جماعه، خافوا من الظلم وخافوا من عاقبه الظلم، لان اللحظه اللي احنا فيها دي لحظه نهايه اكبر ظالم على وجه الكره الارضيه. البحر اتشق وبلعه هو وجنوده، وجبريل كان بيضع الطين في فمه مخافه ان تدركه الرحمه. فرعون في غمرات الموت، المقطع ده رساله لينا كلنا، خافوا من غمرات الموت. وان شاء الله هقف معاه لانها معنى رهيب، هقف معاه في درس قريب باذن الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني الرهيب، معنى لكل ظالم خاف، يوم عاشوراء بيقول لك خاف، ويوم عاشوراء بيقول لكل مظلوم ربنا هيجيب لك حقك، بس انت الجأ الى الله، ما تقعدش تعيط، دموعك مش هتعمل لك حاجه، اقف اتوضى وصلي وقول يا رب هات لي حقي،
اقف اتوضى وصلي وقول حسبي الله ونعم الوكيل. انا وانا جاي على الطريق يا جماعه والدنيا كانت ليل في اول السفر وبقت نهار، فبقول لا حول ولا قوه الا بالله، بقول يا رب اذا كان الليل انت قدرت تخليه نهار يا رب، ايه اللي بعد كده من احوال الظلمات ما تقدرش تغيره ومن احوال الظالمين ما تقدرش تغيره؟ ربنا يقدر. عاشوراء موسم الامل العظيم كل سنه، وشهر الله المحرم موسم الامل العظيم كل سنه. شدوا حيلكم واستعدوا، يا رب تكونوا كلكم صايمين النهارده، ونستعد للصيام بكره، واللي ما صامش النهارده يصوم بعد بكره، يبقى عاشوراء واليوم اللي بعده. جزاكم الله خير.